مساء الأمل. أغلبيتكم يعرف قصة سندريلا. هواي بنات يعرفوها لأن هي إنسانة مكافحة وطموحة. والشباب انتو هم تعرفوها، يمكن لأن كانت فتاة أحلامكم. طبعا بالبيت أمي تشبهني بيها، بس ترى مو بالشكل هذا، يمكن بالظلم اللي تعرضت له. عشت طفولة؟ لا ما عشتها. تحملت مسؤولية بيت كامل بتسع نفرات، والمشكلة ما كانت بالعدد بس، كان عندي أخ مريض مصاب بمتلازمة داون والشلل الرباعي، وأمي كانت عاجزة، فكان لازم أهتم بأمي وأخويا، وأنا بعمر 8 سنوات فقط. أخوي المريض كان بطلي، لأن مرض بمثابة كابوس إلي بالدرجة الأولى. تحملت وياه كل ما يتطلب من رعاية واهتمام وصبر، لأن هو مريض. وتعلمت لغة الجسد، كان لازم أتعلمها حتى أعرف احتياجاته واهتماماته وطلباته، اللي كانت عبارة عن ألغاز محيرة. وبعد ما تعلمت وعرفت شي يريد، صار لازم أتعلم أطبخ وكل أعمال المنزل. بالحياة ماكو شي بلاش، كل شي إله ثمن، والثمن اللي دفعته كان تراجع مستواي الدراسي، وانجبرت أترك مدرستي اللي هي أهم جزء بحياتي. وكل هاي الأمور كانت عام 2013، بس ما كنت أتصور إنه الكابوس الأكبر كان جاي بالطريق، اللي هو دخول داعش إلى منطقتي. هربت مع عائلتي وأصدقائي اليزيديين، كنت أتوقع إنه هذا طريق النجاة، لكن تم خطف صديقاتي اللي لحد الآن ما شفتهم ولا سمعت أي خبر عنهم. ومو بس هذا، تعرضت تحرشات ومضايقات وأنا بعمر 17 سنة. آخر شيء صرنا رقم مخيمات النزوح. أصعب شيء من تكون حياتك عبارة عن رقم حتى تستلم سلة غذائية، 9 نفرات بخيمة. أحياناً كنا ننام جوعانين، لأن كان عندنا عزة نفس، وأحياناً نكون بردانين. طبعاً كل هاي قلت الحمد لله أخوي معاي، عائلتي معاي. بالمخيم حاولت أدمج أخوي مع الأطفال، كنت ألعب وياهم. بمخيم جمعت الأطفال وجبت أخي اللي كانوا يضربوه، قعدت ألعب بهاي الألعاب وبهاي القعدة. ما سويت شيء، بس نزلت المستوى الطفل. كانوا يضحكون، انتقدوني، بس الأطفال قاموا ينادوني
ماما شيماء. الفرحة اللي شفتها على عيونهم، وحتى شفت طفولتي بعيونهم. ما اهتميت لكلام الناس ونظرة المجتمع، فكان اكو اشخاص سمعوا عن شيماء. اتذكر اجا شخص، مرحبا انتي شيماء؟ اي نعم انا شيماء. شيماء ليش ما تقدمي سي في على المنظمة؟ دائما انتي ويا الاطفال. شنو سي في؟ وقتها اصلا ما كنت اعرف شنو معنى سي في. واتذكر رجع قال ايميل عندك؟ قلت له انت شنو دا تقول؟ شنو معنى ايميل وشنو سي في؟ عبالي دا يحكي فد شيء، بس هذا الشخص ما انسى فضله، هو ساعدني حتى يسوي لي سي في ويقدم لي. بعدها طلع عمري دون سن القانوني، لان عمر 17 ما ينقبل انه تكون تعمل بالمنظمة. بس اني ما فقدت الامل، لان دائما عندي امل. اتجهت للتطوع، بقينا فترة بالمخيم، واضطريت اتزوج من شخص حتى اساعد اهلي، وهم يكون عندي سند يشاركني احلامي وهمومي. حالي حال اي بنت تزوجت، بس مع الاسف توقعي كان غير صحيح. عشت اصعب ايام حياتي، وكنت اتمنى الموت بكل لحظه. الله يسامح هذا الشخص، دمر حياتي. فقررت الطلاق. كل الناس اللي حولي كانوا يصبروني ويهدوني، وكان يهمهم كلام الناس ونظرة المجتمع للمرأة المطلقة، لأن ما كانوا يعيشون بالجحيم اللي كنت أمر به. ما همني كلام الناس، خاصة بعد ما مات أخوي. أخوي اللي تعلمت كل شيء على مودة خسرته. كان الحل الوحيد الخلع، وفعلا خلعته حتى أخلص من هذا الكابوس. فكرت بأحلامي، طموحاتي وأهدافي. راسمة إلي هدف، ما يهمني كلام الناس. والأغلبية قاموا يضحكون ويحجون انتقادات، انتي مرأة مطلقة، ما يصير تشتغلي، انتي امرأة مطلقة. بس المطلقة ما سوت جريمة، حسسوني جريمة. الكل كان يتوقع يشوف امرأة مكسورة، ضعيفة، تحتاج احد. بس شيماء كانت العكس. تتخيلون انسان يمر بكل هاي الظروف والازمات والمشاكل والظلم، بلحظة توقفت عند الحياة انه يرجع يوقف من جديد؟ ولان اني انسانة طموحة وعندي احلام واهداف، اتجاوزت كل الصعوبات والتحديات. انضميت الى فريق فريتوران لتمكين المرأة،
واشتغلت على الدعم النفسي لضحايا الإرهاب، واشتغلت على زواج القاصرات والعنف ضد المرأة والتحرش. ومو بس هذا، شاركت بالعديد من الفعاليات والمهرجانات والماراثونات، وحصلت على العديد من الجوائز الدولية والمحلية. شيماء كتبت قصتها بنفسها ونشرتها بالمجلة العالمية، وفازت كأفضل امرأة مناضلة تحدث العادات والتقاليد. ومو بس هذا، شيماء تعمل بنفس المجلة حتى توصل معاناة النازحين واللاجئين. وشيماء أسست فريق شباب لمسة أمل، فرع كردستان، حتى يرسمون الابتسامة على وجوه الأطفال. وشيماء واقفة على ستيج تيدكس حتى تحكي لكم قصة معاناتها وكيف قدرت تنجح بإصرارها وعدم استسلامها. أني شيماء العباسي من شنغال، مواليد 97. شكرا.